فيها اسانسيرات او رامب ما فيهاش رامبات اصلا فبضطر اتشال. لا انا بتشاف كل حته عامه سواء في مدرسه سواء في الشارع سواء في راحه مبنى سواء راحه سينما راحه اي حته بتتشالي بتشال. وبصراحه يعني كمان وانا راحه لسياده الرئيس كان الباص مش تمام لا فاضطر ان حد من رجال الشرطه اللي كانوا بيدخلونا اتشلت. فلا الموضوع بالنسبه لي صعب جدا. وبعدين انا كل شويه عايز اسالك في المواصلات العامه هل في السلالم بتاعه الكرسي المتحرك هل موجوده؟ عشان بس اكون صريحه مع حضرتك انا اهلي ما بيخلونيش ان انا اروح في اي حته لوحدي عشان عارفين ان الدنيا مش مهيئة. عندنا البارك في الاماكن اللي بيبقى فيها مكان العلامه بتاعت متحرك ما بيبقاش العقل. انا فعلا انا كل ما بروح مول انا ما تلاقوش فاضي ليه؟ لانه الناس اللي بيروحوا يحطوا يعني الثقافه وصلت ان انا اغتصب حق متحد انا بروح اتخانق يعني انا بروح اتخانق ده فجر انا بتخانق يعني انا مش انا اللي بسوق وبتخانق. احنا محتاجين ايه عشان نقول للناس في المجتمع يا جماعه عيب؟ هي دروس توعيه، هي فكره دروس توعيه ان انا اوعيهم ان انا اعمل حملات توعيه ان انا اقول ده حقهم. اصل هي فكره وثقافه شعب ان احنا لو احنا من زمان معتمدين ان احنا ومتعلمين ان احنا نحترم الفئه دي. احنا 15 مليون لما نحترم 15 مليون ونعملهم كانهم فعلا بني ادمين. لان احنا دلوقتي لما نلاقي مثلا ايا يكن الاعاقه ايه لما نلاقي نظرات طفل ماشي في الشارع سواء طفل سواء راجل كبير لما الاقي انا اكتر كلمه بتضايقني انا بالذات الف سلامه لما الاقي راجل عجوز حتى لو هو ما يعرفش اللي هي فيها شفقه بالظبط كده. انا مش عيانه انا مش حاسس ان انا فيها حاجه انا يعني مش عيانه انا ما حصليش حاجه بالظبط بالظبط كده. فالكلمه دي بتضايق يا فعلا في مصيبه في الشارع في الوعي في الناس. احنا المشكله بتاعتنا وتشخيص المرض ده ان احنا محتاجين اعاده تربيه. لما نيجي نقول ان احنا نتربى من جديد ما تربناش احنا حتى لا بقى في تربيه ولا في تعليم. لما تيجي تقول لحضرتك ان مصر قوامها الاقتصادي مبني على السياحه. هل احنا في المدارس بنربي اولادنا على احترام السياحه وكيفيه صناعه السياحه؟ لا. واحترام السائح وتحبيبه وجذبه؟ اقول لك لا. اذا احنا فعلا محتاجين اعاده تربيه. كيفيه التعامل مع المعاق برضو محتاجين اعاده تربيه. يعني في امور كثيره جدا احنا فعلا المناهج التعليميه بتاعتنا لازم تخرج من القالب القديم وتتكيف مع احتياجات سوق العمل، سوق اللي احنا عايشين فيه حاليا. طب احنا عايزين السنه دي نعمل حمله كده توعويه نشارك فيها كاعلام وانتم كرياضيين اثبتوا نعلم الناس خصوصا الاطفال والنشأ. يعني انا صعب عليا واحد قال لي انا عندي عيب في عيني عيب خلقي وعندي اتب في ظهري. قال لي في المدرسه